ليش مو فلوجز أسوأ يوتيوبر؟ هذا اللي رح أعرفكم عليه بهذا المقطع، لهيك خليكم معي حتى نهاية الفيديو. من زمان ما حكينا عن موفلوجز، اليوتيوبر اللي دايما خاربها بفيديوهاته والاشياء اللي بنشرها على منصات التواصل المختلفة. اكيد بتشوفوا هذا اليوتيوبر وبتتابعوه، وما في شك الا يكون مرق عليكم فيديو من فيديوهاته. محمد اسماعيل بيركداري من سكان امارة دبي ومولود فيها، واصوله ايرانية وهندية، ومعروف بلقب موفلوجز نسبة لنوع المحتوى اللي بينشره واللي هو بالاساس الفلوجات. في عام 2014 فتح قناته الاشهر واللي اسمها موفلوجز، واللي بتستهدف المجتمع الاجنبي، وكل محتواها كان سيارات فارهة ومصاري وسفن وحياة الترف والغنى الفاحش، وبتضم حاليا اكثر من 11 مليون مشترك، وبينشر فيها محتوى متنوع من فلوجات لتحديات لكثير أمور. وعشان تنجح استخدموا أساليب كثيرة، منها التباهي بالسيارات والفلوس، فما في مقطع إلا وبتلاقي مو عم يعرض فيه الفلوس، يعني الفلوس والسيارات هي العامل المشترك في معظم الفيديوهات زي هيك وزي هذا المقطع. I have $50,000. Lost 100. وهذا المحتوى كان يشد جمهور كبير من الشباب والأطفال، واستمر موفلوجز على هاي السياسة فترة طويلة، وضلوا يكذب على المتابعين ويضللهم بهاي الأشياء، وما كان بيحكي عن حاله كتير، وكان مركز على الأشياء الغالية وإنه يبين للناس قديش هو غني ومعاه مصاري وعنده سيارات، وهالشي واضح حتى بصور الإنستجرام. وأكيد موفلوجز بخطط لحاجة كبيرة وإله هدف من وراء هاي الحركة. استغلال اليوتيوبرز البنات. من اللحظة اللي بلش فيها موفلوجز يجهز محتوى لقناته العربية الجديدة، أهلا وسهلا بقناته الجديدة، كان عارف إنه لازم يفوت للعرب من البوابة الصحيحة، فراح عمل تعاونات مع عدد من اليوتيوبرز العرب في هذيك الفترة، ومن أهمهم اليوتيوبرز البنات، وركز بداية انطلاقته على نارين بيوتي وعيلتها، واللي ربطته فيهم علاقة صداقة قوية، فكانت نارين هي بوابة موفلوجز للعالم العربي، وعمل معها عدد كبير من الفيديوهات في بداية القناة قبل 3 سنين، وفعلياً استغل نارين استغلال كبير، ولما صارت بينهم مشكلة وبطلوا يصوروا مع بعض، شفناه مع نوري ستارز وبسان إسماعيل وأنس الشايب، وعمل جروب كبير بضم عدد من اليوتيوبرز العرب. وهنا لازم نسأل حالنا سؤال، شو هو تاريخ موفلوجز؟ وشو خلاه يترك كل هاي الشهرة اللي عند الأجانب ويتحول للجمهور العربي؟ So I'll see you on the other side. موفلوجز النصاب. بعد ما وصل موفلوجز للشهرة الكبيرة في قناته الإنجليزية وجمع أكبر عدد من المشتركين، نصب عليهم. أي نعم عزيزي المشاهد، نصب عليهم. قبل سنوات نشر موفلوجز على قناته الأجنبية فيديو ترويجي لعملة رقمية اسمها أب ديجيتال، وقال للناس اشتروا هاي العملة لأنها قاعدة عم بتزيد وعم بتحقق أرباح سريعة. You can use the currency to buy stuff and it just made so much sense. وصار ينصح بالناس إنهم يستثمروا ويشتروا هاي العملة، وإنه شوفوا قديش أنا طلعت منها وأنا صرت غني كتير من وراء هاي العملة، يعني عمل للناس من البحر طحينة. So right now I really went and logged into my account just to show you guys like how it works. The cool thing is they actually have like a profit calculator and. وصار يقولهم إنه هاي العملة هي المستقبل، وورجاهم إنه حط $1,000 وإنه خلال سنة اتحولت $18,000. فالمتابعين اللي عند ما شافوه إنه يوتيوبر كبير ومش راح يكذب عليهم، ففاتوا على الرابط اللي حط لهم إياه واشتروا من هاي العملة. Pull this right across to like the 1 year mark, I can make $18,000. وكان دايما يحكي لهم عن ضمانات العملة وإنها ما رح تتدمر أبدا ومستحيل ينزل سعرها، والناس مساكين صدقوا واشتروا منها بمبالغ كبيرة. PDC is a rise only stable coin, which means the price is increasing every hour. وفي الآخر اكتشفوا إنها كانت تروح لرصيد موفلوجز، وإنه بعد فترة نزل سعرها لصفر وتدمرت، فكل الناس اللي استثمرت بهاي العملة خسروا مصاريهم. Dollars. And now the mark. It went to zero. والناس ما قدرت إنها تبلغ الشرطة لأن العملات الرقمية مشفرة ومستحيل حد يقدر يتابعها، وكل هاي الفلوس في النهاية راحت لموفلوجز، والموقع اللي كان مفتوح لهاي العملة انحذف تماما، والفيديوهات اللي كان موفلوجز منزلها حتى يروج لهاي العملة مسحهم كلهم من القناة. وبعد ما الناس اكتشفت هاي النصبة قاطعت قناته وبطلت تتفرج على فيديوهاته، وهذا خلى القناة تدهور بشكل كبير، ومن هاي اللحظة بدأ موفلوجز يتحول لليوتيوب العربي. اليوم
قررت اعمل يوتيوب شانل في العربي. تقليد مستر بيست، بمجرد ما تفتح قناة مو فلوجز راح تلاحظ انه عم يسرق محتوى مستر بيست زي ما هو نسخ لصق، يعني مثلا هذا الفيديو شوفوا الصورة المصغرة تبعته كوبي بيست زي ما انتو شايفين، حتى ما كلف حاله يغير الخلفية اللي فيها الصبايا والشباب، بس شال مستر بيست وحط صورته. وما بدي احكي كتير بهاي الجزئية لانها واضحة من زمان، وواضح انه قناة مو فلوجز نسخة عربية من قناة مستر بيست. العناوين والثمنيلات السيئة، مثل ما أنا شايفة مو فلوكس بتعمد يحط عناوين كذب، زي مثلا آخر شخص يخرج من المسبح يربح 10,000 دولار، وآخر شخص ينجو من المدرسة يفوز ب10,000 دولار، وآخر شخص ينجى يربح 10,000 دولار. كل الفيديوهات مثل هيك، كلها لازم يكتب فيها 10,000 دولار، وفي النهاية ما في أي دولار بندفع لأي حد في داخل المقطع، يعني عناوين كلها فيك وكذب، والغرض منها استدراج المشاهد حتى يضغط على الفيديو ويشاهده. وكمان في صور فيك، يعني الموجود الصورة مش موجود بالمحتوى داخل الفيديو، زي هذا المقطع مثلا، صنعت أكبر صحن كنافة في العالم مع الشيف بوراك، ومثل ما انتو شايفين هاي صورة بوراك في الثمنيل. تعالوا نفوت الفيديو، بوراك مش موجود. العنصر النسائي، خلال آخر فترة شفنا عدد من الفيديوهات المنشورة على قناة مو فلوكس بتكلم فيها عن الزواج، منها فيديو اخترت زوجتي المستقبلية من بين 100 بنت وتزوجت زواج تقليدي، وهذا الفيديو وهذا الفيديو وهذا الفيديو، لأنه كلهم صور لبنات مش لابسين هدوم. وللعلم هاي الصور بيستخدمها بشكل كبير في القناة الأجنبية بشكل متعمد، وما بحط زيها بالقناة العربية لأنه عارف شو بتعني هيك صور للجمهور العربي. فالزلمة مثل ما انتو شايفين كل يوم مع بنت، وبالقناة الأجنبية بيعمل نفس الشيء، لكن أكتر شيء بيركز على أخته، وهذا اللي رح نشوف قصته هلأ. خلونا نشوف فيديو الميت بنت. لو تشوفوه كمية رخص مش طبيعية من البنات، وكل المقطع إهانة للبنات، وهي الأفكار أصلاً ما بينفع تتطبق عنا في العالم العربي. أدرس أدب عربي؟ طبعاً درست أدب عربي عشان أعلمه العربي. استغلال أخته، من خلال متابعة قناة مول إنجليزية بتلاحظ أنه 80% من صور العرض بتكون أخته موجودة فيها، وصورها بتكون متعرية كتير، وكتير يوتيوبرز حكوا عن هاي الجزئية وما بدي أفصل فيها كتير لأنه حكينا عنها قبل هيك. بس المهم أنه هذا اليوتيوبر بيستغل أخته أسوأ استغلال، لدرجة أنه ما في عنده مشكلة يعرضها بشكل رخيص للناس تتفرج عليها وعلى جسمها، وبتعمد يحطها في الصور المصغرة، وما عنده أي موانع أخلاقية أو حواجز دينية في جذب المشاهدين. ولو بدي أورجيكم أشياء لغير تقرفوا منه ومن أخته، والأدهى إنها بتتفنن كيف تبرز مفاتنها للشباب. الإعلانات المحرمة، من الأشياء الملاحظة بشكل قوي في قناة مو فلوكس هو ترويجه لمنصات وعملات وأشياء محرمة في الدين الإسلامي، وما ببالغ إذا قلت إنه 70% من الإعلانات اللي بيعملها هي إعلانات محرمة. شيشة أو exactly what you said. You can find out the best places to eat and have shisha. Shisha أو shisha أو and the best. You want shisha, right? Yes. Let's go. Let's go. Let's go. هيك أنا خلصت الفيديو، بس شايفين كل اللي عرضته عليكم في هالمقطع ما بيجي إشي لما تعرفوا إنه هاليوتيوبر ديانته الإسلام، بس للأسف شكل الإسلام بالهوية فقط. وبس والله هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي.